للحديث اكثر ينضم معنا من تعز العميد ركن مهندس طاهر حميد خبير في الشؤون العسكريه والامنيه ورئيس شعبه في محور تعز. مرحبا بك عميد طاهر، كيف تقرا المشهد اليمني في ظل تصاعد الاحداث في المنطقه ومقتل العشرات من القيادات الحوثيه في مختلف جبهات القتال؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لقناة الإخبارية لاستضافتنا في هذا اليوم للتحدث عن الأحداث الجديدة والتطورات في اليمن طبعا قراءتنا للأحداث الجديدة هي نتاج لجهود كبيرة جدا خلال الثلاث سنوات من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسناد التحالف بقيادة السعودية ودول الخليج ولهذا الآن بالنسبة للميليشيات ظهرت هزائمها في مناطق كثيره جدا وفي الداخل حتى حتى في الداخل الان في مشاكل كثيره جدا وكذلك تاثرت خلال اليومين هذه في المظاهرات اللي حاصله في ايران نعم. لانه احنا نعرف بانه خطه الحوثيين هي تنفيذ لخطه ايرانيه تهدف لزعزعه الامن واستقرار المنطقه نعم كيف ترى هروب حمله عسكريه حوثيه امام انتفاضه القبائل في ذمار الان الحوثيين مستنفرين بطاقتهم كامله ولكن لا يملكون القوه التي كانت يناوروا فيها وكانوا ينقلوها ويتحركوا بها من محافظة إلى محافظة لأنه الآن خطوط الإمداد بقت غير آمنة في كل المحافظات ما فيش معهم الآن محافظة يستطيعوا يقولوا أو يثبتوا بأنها مسيطر عليها سيطرة كاملة فأمانة العاصمة في داخلها مشاكل وستقوم الثورة من داخل صنعاء في خلال الأيام القادمة وهذه بشائر خير وإحنا متأكدين من ذلك الجيش الوطني عمل وأجتهد وضحى والآن هذه ثمار تلك الجهود وتلك الضحايا التي ضحينا من اجلها في اليمن الشعب اليمني كله الان ثائر ضد الحوثيه، الحوثيه لن تقلب لليمن الخير ولكن لا تقلب لليمن الا الشر وشرها يعني عم اليمن قاطبه وحتى في محافظه صعده يعني مسقط راس الحوثيه هناك مشاكل وهناك رفض لسياده هذه الطائفه، الطائفه العدوانيه، الطائفه هذه العنصريه، طائفه متمرده. الان الثوره هي في كل منطقه ولكن هم يستخدمون القوه ويتعاملون مع الناس بالحديد والنار حتى انه اخافوا بعض المناطق ونتيجه ان بعض المناطق يعني متاثره بطائله الفقر لا يستطيعوا ان يقاوموا تلك تلك الميليشيات. عجبا لتلك المنطقه في محافظه تعز شرق مدينه تعز على مسافه 20 كيلو، يعني 30 فرد، 30 فرد استطاعوا ان يعطوا للميليشيات دروس كبيره جدا. وقوية ورسالة من الشعب اليمني قاطبة ليس من مديرية الحيمة هي قرية فيها ثلاثين مقاتل رفضوا أوامر تلك الميليشيات وأسقطوا منهم مئة قتيل بينما القرية هذه يسقط منهم قتيلين فقط بينما الخطأ اللي حصل وهو نتيجة يعني عدم معرفة لمشاكل الحرب ولهذا يعني الحوثية الآن أنا أقدر اتكلم بانهم يعني مهزومين وقد نعم. ظهرت هزائمهم في كل منطقه. نعم من تعز العميد ركن مهندس طاهر حميد خبير في الشؤون العسكريه والامنيه ورئيس شعبه في محور تعز شكرا جزيلا لك.